بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم على قناتنا مصادر الحياة، هيا بنا نحيا الحياة. استكمالا لموضوع التصالح في مخالفات البناء، وأن الحكومة وافقت على جميع من تقدم بطلب تصالح، وكلمنا في الفيديو الثاني أو الآخر فيديو عن موقف المتخللات من المباني، موقفها من التصالح. جالنا برضو أسئلة كتيرة في الفيديو الأخير، هذه الأسئلة كان لابد إن احنا نعمل حلقة كمان عن الموضوع حتى نغطي كل الموضوع من جميع الجوانب. أبرز ما جاء هو في الفيديو أو التعليقات، قال إن الأرض بتاعته عنده أرض، والأرض دي بيمر فيها كابل ضغط عالي، أو يعني بيمر من أسفلها، معرفش إذا كان من أسفلها كابل علوي أو كابل أرضي، يعمل إيه وإزاي يشيله. تاني برضو إن التصالح، هنا بيقول تعليق إن التصالح في مخالفات البناء في القرى والريف بدون شروط وبدون تاريخ محدد، وده فعلا اللي إحنا قلناه كويس. الجزء الثالث عن المتخللات وإيه هي علاقتها ب التصالح اللي تم، وقلنا المتخللات ليس لها علاقة، لأن من مفهوم القانون أو من اسمه، اسمه التصالح في مخالفات البناء وليس التصالح في الأرض الفضاء اللي هي بتمثل متخللات. انزل أولا تحت من فضلك، اضغط لايك حتى تدعم القناة وحتى نستمر في تقديم الخدمة. النهاردة هنتكلم عن نموذج 10، ايه هو وازاي هتحصل عليه، وهتبدأ امتى تشتغل، هل لما تسدد الاقساط كلها ولا تسدد 60% منها، هل ممكن انك تخفض 25% من قيمة المخالفة، ايه الطريقة اللي ممكن تخفض بيها 25% من قيمة المخالفة. كل ده معانا النهاردة في الفيديو او موضوع اليوم، تابعنا ونبدأ على بركة الله. اولا نتعرف على النموذج رقم 10، ده هو ده صورة النموذج رقم 10، دي صورة النموذج رقم 10، وهو قرار قبول وفض التصالح من اعمال مخالفات، بينكتب فيه طبعا كل البيانات، المحافظة والمركز والتاريخ والاسم ورسم كروكي للموقع بتاعك، وايضا الحدود الابلي والبحري والشرقي والغربي، وطبعا بيزيل النموذج انه بعض الاطلاع على القانون 17 لسنة 2008 او 19، كل الكلام ده، وبعدين بتاخد ختم. وقت ما حصلت على هذا النموذج اللي هو نموذج رقم 10 اللي قدام حضرتك ده، اصبحت بمثابة ترخيص، ويحق لك انك تكمل منزلك، انك تعلي تصب السقف كويس حسب الترخيص اللي طلع لك. ولكن علشان تحصل على الترخيص ده وتسدد الرسوم، لابد انك تعمل حاجة. ايه هي بقى الحاجة دي؟ انك لابد انك تعدي كويس على مكتب هندسي علشان تحصل على ان الانشاءات او اللي انت بنيها سليمة. فهتقوم بسداد رسوم كاش، هتحصل على 25% خصم من قيمة المخالفة اللي هي 50 جنيه على المتر، محددة للكل. بعد كده بتروح لمكتب هندسي، تاخد منه موافقة سلامة الانشاءات اللي عند حضرتك، ممكن ايضا تقسط على 3 سنوات. طب فينك رأي اخر بيقول انك بعد ما تستكمل الاجراءات بتاعت التصالح والمرور على استشارة هندسي والتأكد من سلامة المبنى ودفع باقي الاقساط، بيحل القسط الثاني اللي هو 60% من المتقدمين بطلبات التصالح، فبيحق للمواطن ان هو ياخد نموذج 10. يعني ممكن لو سددت 60% تحصل على نموذج رقم 10، تركبه المرافق او تدخل المرافق،
او تعلي المبنى بتاعك. طيب الكلام ده هيتطبق ازاي؟ ده لسه طبعا ما نعرفش، ولكن المؤكد انك لازم تسدد كل الاقساط او انك تسدد المبلغ كاش وبتاخد 25% خصم. دي الحالة الوحيدة اللي هيتم فيها خصم 25% انك تسدد كاش. وقال كمان قرار مجلس الوزراء انه بيتحمل صاحب طلب التصالح على مخالفات البناء ما تقدم به من اوراق، يعني انت متحمل صحة ما جاء باوراقك. كويس. طيب لو مجلس او انت قدمت بيانات غير مطابقة، ايه بقى المشكلة اللي انت هتقع فيها؟ المشكلة انك هيتم سحب الترخيص او الموافقة من حضرتك، وده هيستمر لمدة 3 سنوات، يعني انت هتبقى واقع تحت طائلة القانون لمدة 3 سنوات. في اي لحظة هيكتشف انك قدمت بيانات غير مخالفة، هينسحب مخالفة للواقع، هينسحب منك طلب التصالح. نقطة أخيرة علشان ننهي الموضوع ده، وهي إن المخالفات أو التصالح لا يتم على بعض الحالات زي البناء على أملاك الدولة أو البناء في حرم الطرق والري والصرف أو البناء طبعا أسفل الضغط العالي اللي هي خطوط الضغط العالي. كل الكلام ده مخالف للقانون ولا يتم فيه التصالح. نقطة أخيرة، وهي السؤال اللي جه، أنا أرضي بيمر فيها كابل أو خطوط ضغط عالي، إزاي أشوف أغيرها أو إزاي أشيلها من الأرض بتاعتي؟ طبعا الكلام ده أنت بتقدم طلب كويس لهيئة الكهرباء والتابع لها، وبتشوف إذا كان ممكن أن يتم تغيير مرور الكابلات دي. لو كانت كابلات ضغط خفيفة، يعني طبعا الضغط العالي بتقسم، الضغط العالي اللي هو أبراج ضغط عالي دي لا يمكن انك تغير مكانها، ولكن ممكن ضغط داخل القرية او ضغط متوسط يعني داخل القرية ممكن تغيره طبعا. فده بتتفاهم مع شركة الكهرباء في المنطقة اللي انت تابع فيها اذا امكن او لا، لان خطوط او كابلات الضغط العالي دي من المصالح العامة، والمصالح العامة طبعا مقدمة على المصالح الخاصة في القانون. في النهاية بتمنى ان اكون وصلت لك فكرة وغطينا كل جوانب الموضوع، وفي النهاية بتمنى للجميع التوفيق والنجاح. ما تنسناش من لايك شير، والى ان القاكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.